هسمع حاجه انا وانتو والكباتن، ما يهمنيش هي كانت قبل الماتش ولا بعد الماتش ولا السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا السنين اللي فاتت، لانها دايما متكرره، بتبقى موجوده في اسكندريه، بتبقى موجوده في عابدين، بتبقى موجوده في الجزيره، بتبقى موجوده في الصعيد، بتبقى موجوده في البحيره، بتبقى موجوده في الفيوم، بتبقى موجوده في الجيزه، بتبقى موجوده في القاهره، بتبقى موجوده في كل مكان. الصوره والصوت اللي هنسمعه من شويه او هسمعه دلوقتي ده متكرر على طول قبل الماتش او بعد الماتش، ما يهمنيش، لكن هو ده اللي انا عايزه دايما في الفتره اللي جايه. وقتك تبقى مساند للفريق، وقتك تبقى دافع قوي للفريق، تبقى ايجابي للفريق. ذكر نفسك، هقعد اعيدها، ذكر نفسك بايام الانتصارات والتتويج والفوز، وذكر نفسك كمان لما كان بيبقى فيه اخفاقات او عدم تتويج، بتبقى ورا الفرقه مساند ازاي. جيل 2005 انا متاكد هيرجع من خلال اللعيبه اللي موجوده والعناصر المتميزه اللي موجوده والناس اللي مصابه، وهترجع والتدعيم اللي هيتم في يناير باذن الله.